بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 23 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد غر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وسماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات ومع أسئلة. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في بدايتها في سورة الفجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ما المقصود بذلك مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود أن الله يقسم بهذه الأشياء بعظمتها ولفت النظر إلى فائدتها، لأنه جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن. أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله ولا يقسم إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله جل وعلا فإنه يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بشيء له شأن ينبه إليه. هنا أقسم بالفجر، الفجر هو ظهور أول النهار في آخر الليل، لأن هذه آية عظيمة من آيات الله، من آياته الليل والنهار، الشمس والقمر. الله جل وعلا جعل هذه الآيات العظيمة المتعاقبة دليلا على قدرته ووحدانيته، وشرع عندها ما شرع من العبادات. والفجر وليال عشر، ليالي العشر هي ليالي العشر من رمضان، أما الأيام العشر فهي عشر ذي الحجة. نعم. السائل أبو إسماعيل يقول: حدثونا عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هي شفاعة خاصة أم عامة، وأقسام الشفاعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، أولها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته في أهل المحشر حينما يطول عليهم القيام على أقدامهم في الزحام، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله ليريحهم من هذا الموقف، يأتون إلى آدم ثم إلى الأنبياء من بعده، وكل واحد يعتذر، ثم تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه الشفاعة، يقول: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. إذا أذن الله له بالشفاعة شفع عند الله في أن يريح العباد من طول الموقف وأن يصرفهم إلى الحساب. نعم. يقول السائل: يا شيخ، ذكرت في أحد كتب ابن تيمية رحمه الله بأن الشفاعة يراد بها أمران: إكرام الشافع ونفع المشفوع، حدثونا عن ذلك هذا الكلام. شيخ، لا شك أن الشفاعة التي يأذن الله بها لمن يشاء من خلقه وفي من يشاء من خلقه، ففيها إكرام للشافع في أن الله جل وعلا يقبل شفاعته، هذا إكرام له، ونفع للمشفوع فيه أن يريحه الله مما هو فيه من كرب وضيق، أو أن يرفع الله درجته ويكرمه في الجنة. نعم. يقول: ما المقصود يا شيخ بالمقام المحمود؟ هو هذا الذي ذكرنا، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي المذكورة في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المشهور. وقيل المقام المحمود أن الله جل وعلا يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش إكراما له. نعم. فضيلة الشيخ، النية في أداء العمرة هل تكون بالقلب أو لابد أن نقول لبيك اللهم عمرة؟ لابد من القلب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلابد أن ينوي العمرة عند الإحرام، ينويها بقلبه، وإن تلفظ بلسانه قال لبيك اللهم عمرة
عمرة لا بأس بذلك، ليذكر نفسه بأنه قد أحرم وأنه في عمرة. نعم. أحسن الله إليكم. عبارة شيخ شفاء لا يغادر سقما كما ورد في الدعاء، ما المقصود بهذا؟ هذا في الرقية، في دعاء الرقية، واشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر أي لا يترك سقما أي مرضا، بل شفاء يرفع المرض كله. نعم. يقول السائل: أبو سعيد، لي قريب جعل المال الذي خلفه وما يملك لوجه الله، ولم يترك شيئا لورثته وأولاده. ليس له ذلك، ليس له إلا الثلث فأقل، ولا يجعل كل ماله وقا أو يوصي به كله، وإنما يوصي بالثلث فأقل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بالنسبة للبسملة عند الوضوء، بعض المرات يقول أنسى البسملة، هل الوضوء صحيح؟ البسملة في أول الوضوء واجب وتسقط بالنسيان، إذا نسي وتوضأ فهذا وضوءه صحيح. نعم. يقول السائل: الحجاج والعمار وفد الله، هل هذا حديث؟ وماذا على من ترك الحج والعمرة في حياته؟ نعم، هذا حديث: الحجاج والعمار وفد الله، إذا سألوه أعطاهم، إلى آخر الحديث، فهم وفد الله، وافدون وقادمون عند الله سبحانه وتعالى، وضيوف عند ربهم، هم ضيوف الرحمن، الحجاج والعمار. هذا فيه فضل الحج والعمرة فريضة أو تطوعا. نعم. من ترك الحج والعمرة وهو قادر يا شيخ، لا يجوز له أن، ركن من أركان الإسلام، الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من الحج والعمرة على المستطيع، فإن استطاع ببدنه وماله وجب أن يباشر الحج والعمرة، حج الفريضة وعمرة الفريضة، وإن كان عاجزا عن العمرة بماله ليس عليه حج ولا عمرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة وهي أن يملك المركوب الذي يبلغه الحج والعمرة ويرده إلى سكنه ويجد الزاد الذي يكفيه، هذا يجب عليه الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وهي فريضة الإسلام. نعم. يقول: من جاء يوم عرفة هل يكون قد أدرك الحج؟ من جاء إلى عرفة محرما، ما بين ظهر يوم عرفة إلى طلوع الفجر ليلة النحر، من أدرك عرفة في أي وقت من هذين الوقتين فقد أدرك الوقوف بعرفة، ومن أدرك الوقوف أدرك الحج، ومن طلع عليه الفجر وهو لم يأتي إلى عرفة وهو محرم يريد الحج فإنه فاته الحج، لكن يتحلل بعمرة. نعم. يقول: ما المقصود بالتبتل وتبتل إليه تبتيلا؟ العبادة، المداومة على العبادة. نعم. أيضا يسأل يا شيخ عن الفرق بين الأضحية والهدي وعن مكانهما. الهدي هذا في يكون في الحج أو في العمرة، هذا الهدي من هدي واجب أو تطوع، هذا الهدي ما ذبح في الحج أو العمرة على أنه نسك من مناسك الحج والعمرة من واجب أو تطوع، هذا الهدي. وأما الأضحية فهي ما يذبح يوم العيد، عيد الأضحى، تقربا إلى الله، وتكون في البيوت في أي مكان كانت. نعم. يقول السائل: كنا في رحلة برية مع زملائي وكان البرد شديدا ولم نستطع أن نلمس الماء فضيلة الشيخ، فبعضنا تيمم وصلى معنا صلاة الفجر. لا بأس بذلك، وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه، وكان يقود سرية في مكان يقال له ذات السلاسل، أصابهم برد شديد وليس عندهم ما يسخنون به الماء، وكان عمر بن العاص قد احتلم في تلك الليلة، صار عليه غسل، فتيمم وصلى بأصحابه خوفا على نفسه من الموت في شدة البرد. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، قال له صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم، ذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. نعم. أيضا الشيخ هذا السائل أبو عاصم يقول: على والدي 10 أيام من رمضان في العام الماضي، وبعد ذلك توفي، فقد أفطر هذه 10 أيام لأنه تناول الدوام، وإخواني يريدون أن يصوموا عنه هذه 10 أيام. إذا كان ما استطاع أن يقضيها، مات في مرضه، أفطر من أجل المرض ومات في ذلك المرض، فليس عليه شيء. أما
أما إذا كان شهي من هذا المرض استطاع القضاء ولكنه لم يقضي فإنه يقضى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. هل هذا حديث يا شيخ إذا جاء رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن؟ نعم نعم، هذا حديث أنه تصفد الشياطين بمعنى أنها تغل وتحجز عن المسلمين، هم مرضت الجن هم مرضت الشياطين لئلا تشغل المسلمين عن العبادة في هذا الشهر. هذا من فضل الله على عباده المؤمنين ليمكنهم من قيام هذا الشهر وصيامه والعبادة فيه. نعم. يا شيخ، هذا يسأل عن حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. المراد بهذا الحديث: من أحيا سنة تركها الناس، سنة تركها الناس فأحياها فله أجرها وأجر من عمل بها. ليس المراد أنه يحدث عبادة في الإسلام لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أنه أحيا سنة تركها الناس. نعم. يا شيخ، إذا كسفت الشمس بعد العصر هل تصلى هذه الصلاة؟ نعم، لأنها من ذوات الأسباب، فإذا كان في وقت للصلاة إنهم يصلونها لأنها من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود أسبابها. نعم. دائما يرد يا شيخ صالح في الحديث لفظ دبر الصلوات. دبر الصلوات يحتمل آخر الصلاة قبل السلام ويحتمل بعد السلام، كله يسمى دبر. نعم، ولكن الأول أفضل أن يكون قبل السلام. نعم. شيخ صالح، من يتعامل بأنواع من التجارة مثل تجارة الملابس والكهرباء والأواني المنزلية، هل على هذه زكاة شيخ؟ نعم، هذه عروض تجارة، إن باعها فإنه يزكي قيمتها، وإن بقيت عنده وهو ينويها للبيع فإنه يقومها عند تمام الحول على ماله على قيمتها، يقومها بما تساوي ويزكيها. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لكم أنتم أيها السادة على تواصلكم مع هذا البرنامج، كما أشكر الزملاء فريق العمل في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.